السلطات ووزارة العدل باستحد موقف صارم وتغير من القوانين ديال المسطرة الجنائية، لأن المسطرة الجنائية هي اللي كتخلي القانون ما يتنفذش، لأن إعادة النظر فيه ها بتبقى عبرة، لأن الإنسان باش وهذا القانون هذا يعني خاصه يتنفذ على ثلاثة، على ثلاثة منفذة: المس بالمقدسات، ضد الأصول، والأطفال. الأطفال عباد الله، راه اللهم إن هذا منكر، هذا كيمس بالأمن ديالنا ومس وليداتنا. أنا وليداتي شديت عليهم دابا بالساروت، والله إلا شديت عليهم بالساروت عباد الله، شديت عليهم بالساروت، ما بقيتش خرجت للمرأة خدامة قلت شديت عليهم بالساروت. شنو كطالب حق هذا المجرم؟ كنطالب بالإعدام منفذ. المكان المكان المباشرة في أي مكان عند الملاعب. المسائل العنصرية الله يجزيكم بخير، احنا كنا مواطنين مغاربة في اي مكان، احنا مواطنين مغاربة وكنخيروا لحياتنا وكنخيروا طاعنا في خصوصنا، ما بقيناش هذا الشيء. نطلب من هذا المنبر كنعز ليا السيد هذا الله يسفره، شنو كنحسد من ديالو والعائله ديالو، انا كنحسد من ديالو، كنطلب الله يسفرها مسكينه والوالد ديالو، كنطلب الله يسفره ونطلب العداله تاخذ الحق ديالو وتنصفو من هذا المنبر التصويت، والله يجازيكم بخير، ونطلب الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق. ومن هذا المنبر كنولي نأكد من جلال الملك من سيدنا الله ينصره ويطول العمر ديالو باش ياخذ من الان، كنلتمس منه من الان تغيير قانون المسطره الجنائيه. شكرا لك، شكرا ديال الاعدام.